الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين، أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من دروس كتاب العلم من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أورد المؤلف فيه أولا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا، في لفظ أنه بعث به عبد الله بن حذافة، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه. وقد ذكر المؤلف على جهة التعليق بعدها لفظة فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا، وذلك مجازاة لهم بفعلهم. فهذا الحديث فيه فوائد متعددة، فمن فوائده مشروعية نقل العلم بواسطة الكتابة والمناولة. واستدل بعض أهل العلم بهذا الخبر على جواز الرواية بواسطة المناولة، والمناولة إعطاء الكتاب باليد، والمناولة على نوعين: نوع مقرون بالإجازة، كما لو دفع الشيخ إلى الطالب كتابا فيه أصل سماعه أو فرع مقابل عليه ويجيز له روايته، أو أن يقوم الطالب بمناولة شيخه ما كتبه من سماعات الشيخ فيعيده إليه ويجيز له أن يرويه عنه. وجماهير أهل العلم على جواز الرواية إذا كانت مستندة إلى مناولة معها إجازة. وفي هذا الخبر أيضا دعوة اليهود والنصارى في ما يتعلق بالروايات، وفي ما يتعلق بتعريفهم بدين الإسلام، وأيضا في هذا الخبر مشروعية الاعتماد على خبر الواحد. ولذا قال المؤلف معنونا على هذا الخبر: باب ما كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراء واحدا بعد واحد. وفي هذا الخبر فضيلة عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه. بنو سهم طائفة من قبيلة قريش، وقد أسلم قديما، كان من المهاجرين الأولين، وكانت فيه دعابة رضي الله عنه، وهو من قرابة عمرو بن العاص، وله قصة مع كسرى، وكما أن له قصة أخرى مع قيصر، فإنه أسر عند الروم. والبحرين منطقة في شرق الجزيرة العربية، وقد ولى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر عليهم العلاء ابن الحضرمي. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد كتابة العلم، وكذلك قبول الكتاب ولو كان الشاهد عليه شخصا واحدا. وأورد المؤلف بعده حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، قال: كأني أنظر إلى بياضه في يده. فقال شعبة: قلت لقتادة: من قال نقشه محمد رسول الله؟ فقال أنس. فهذا الحديث فيه من الفوائد مشروعية نقل الأخبار بواسطة الكتابة والمناولة، ولذا أورده المؤلف في باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان.
كما أن في هذا الخبر جواز لبس الخاتم من الفضة للرجال، وقد حكي الإجماع على ذلك. ولذا عنوان المؤلف عليه بقوله في كتاب اللباس: باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء. كما أن هذا الخبر فيه صحة أن يشهد الإنسان على ما وجده في كتاب موثق بواسطة الختم عليه. ولذا أورد المؤلف هذا الخبر في كتاب الأحكام في باب الشهادة على الخط المختوم. وفي هذا الخبر نسبة الفعل إلى الآمر به الذي لم يفعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب الكتاب، وإنما كتب الكتاب بأمره، ومع ذلك نسب إليه. وفي الخبر مشروعية توثق الإنسان فيما يعتمد عليه، ولذا قيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. وفي هذا الخبر جواز وضع الإنسان لإسمه في الخاتم ونحوه. وفيه أيضا جواز كتابة اسم الله عز وجل في الخواتم وما كان يماثلها. وفي هذا الخبر أيضا جواز النقش على الأختام. وفي هذا الخبر من الفوائد أيضا مشروعية ختم كتب السلطان والقضاة ونحوهم. أورد المؤلف بعد هذا حديث أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذا أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. وهذا الخبر قد أخرجه المؤلف في باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. في هذا دلالة على مشروعية أن يجلس الإنسان حيث انتهى به المجلس. وفيه أيضا سد الفرج التي تكون في حلقات العلم. وهكذا أيضا فيه مشروعية وضع الحلق والجلوس في المساجد. وفي هذا الخبر أيضا من الفوائد في قوله أقبل ثلاثة نفر، مراد بالنفر الجماعة ما بين الثلاثة والعشرة. وقوله في هذا الخبر أما أحدهم فرأى فرجة، الفرجة الخلل الذي يكون في الحلقة. وفيه مشروعية سد الفرج والفجوات التي تكون في حلقة العلم. وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية وضع الحلق للتعلم في المساجد. وفيه أيضا القرب من المعلم من أجل الاستفادة من علمه. في هذا استحباب الثناء على من فعل جميلا كما أثنى على هذين الرجلين. وفي هذا التحذير من فعل ما لا يستحسن. وفي هذا الحديث مشروعية سد الفرج في حلق الذكر. وفيها أيضا التزاحم بين يدي العالم. وفيه أيضا أن من أدب الإنسان أن يجلس حيث انتهى به المجلس،
وأن لا يقيم أحدا. في هذا أيضا أنه لا بأس أن يقوم المعلم بالابتداء بالتعليم وإلقاء الموعظة والعلم قبل أن يطلب منه ذلك أو يسأل عنه. وفي هذا الحديث بيان أن الجزاء من جنس العمل، فمن آوى إلى الله آواه الله، ومن استحي استحي الله منه، ومن أعرض أعرض الله عنه. في هذا الخبر التحذير من الإعراض عن طلب العلم. ثم أورد المؤلف حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، قال أي يوم هذا؟ قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فأي شهر هذا؟ قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. ففي هذا الحديث جواز الخطبة والخطيب جالس على البعير، لعل ذلك في غير خطبة الجمعة. وفي هذا مساعدة الإنسان على التعامل مع ناقته. في هذا الخبر إلقاء الأحكام الشرعية على جهة السؤال ليكون أدعى للفهم والمتابعة. وفي هذا الخبر أن من تشكك في الجواب عن المسألة فينبغي به أن يسكت. وفي هذا الخبر أن الحرمة قد تتأكد في فعل نتيجة ما يقترن به من القرائن. وفي هذا الخبر مشروعية الاعتماد على السنة القمرية في التواريخ لترتب عدد من الأحكام على ذلك. وفي هذا الحديث حرمة الدماء والتشديد فيها، حرمة الأموال، حرمة الأعراض والأبشار. وفي هذا الخبر الترغيب في تبليغ أحاديث سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الخبر مشروعية حفظ الأحاديث، ولذا قال فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. قد أورد المؤلف أيضا هذا الخبر في كتاب التفسير، في تفسير قوله إن عدة الشهور. وكذلك من فوائد هذا الخبر أن الأرض 7 أراضين، ولذا ذكر المؤلف هذا الخبر في بدء الخلق باب ما جاء في 7 أراضين، كما أورده في حجة الوداع من كتاب المغازي، وأورده في كتاب التوحيد لإثبات مشاهدة المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى، كما أورده في كتاب الأضاحي ليبين أن الأضاحي تكون يوم النحر، وذكره في كتاب الفتن لأنه قال في بعض روايات هذا الخبر لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وفي لفظ لا ترجعوا بعدي ظلالا. وفي هذا الخبر مشروعية الخطبة في يوم عيد الأضحى في منى. وأورد المؤلف بعد هذا خبرا آخر، أورد باب العلم قبل القول والعمل، وأورد فيه قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال فبدأ بالعلم، ذكر
أن العلماء ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. واستدل عليه بقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وذكر عن ابن عباس في تفسير قوله: كونوا ربانيين، قال: أي فقهاء. وقال بعضهم بأن الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ثم أورد المؤلف بعد ذلك في باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا، قول ابن مسعود: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. وهذا الخبر قد أخرجه الإمام البخاري في باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة من كتاب العلم. وفي هذا استحباب أن تكون دروس العلم معروفة مواقيتها من أجل أن يقدم لها الطلاب. وفي هذا الخبر أيضا بيان أن الموعظة تكون ساعة بعد ساعة، فلا يسئم الناس. في هذا في قوله يتخولنا، أي يصلحنا ويراعي أحوالنا ويسوسها بأحسن السياسات. وقوله يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا، السآمة أي الضجر من الشيء والملل منه. في هذا الخبر الرفق بالمتعلمين، وفي ذلك ما يجعلهم ينشطون في تعلم الأعمال. ثم أورد المؤلف حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. في هذا الخبر الترغيب في التسهيل والتيسير على الناس، وبالتالي ينبغي مثل ذلك. وهكذا أيضا في هذا الخبر التحذير من التنفير بما يجعل الناس يعرضون عن الخير. وفي هذا أيضا أن الثناء على أهل الخير بما يقدمونه من الأفعال ينشطهم ويجعلهم يستمرون في طاعة الله جل وعلا. ثم أورد المؤلف في مختصر صحيح البخاري حديث معاوية رضي الله عنه، قال: حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فهذا الخبر أخرجه المؤلف في كتاب الاعتصام باب لا تزال طائفة من أمة ظاهرين، كما أخرجه في باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. في هذا بيان فضيلة المتفقه في الدين. وفي هذا الخبر أن دارسي علوم الشريعة على نوعين، فهناك من يفهمها ويفقهها وينزلها منازلها، وهناك من ليس كذلك. وقوله وفي هذا أيضا من الفوائد أن من يقسم أمور الدنيا بين الناس ورب العزة والجلال والله تعالى هو المعطي، ومن ثم يعود الناس على الله بالشكر والثناء. وفي هذه المواطن من هذا الخبر فضيلة هذه الأمة، وأنه لا يزال الحق فيها منتشرا قائما. وفي هذا أن من كان على الحق فإنه لا يضره من خالفه حتى يأتيه
أو حتى يأتي أمر الله وهو على ذلك. وفي قوله وإنما أنا قاسم تذكير بالنهي عن المسألة، وبيان أن فرض الخمس يكون لطوائف معينة. وقد اشتمل هذا الخبر على فوائد كثيرة متعددة، ومنها فضيلة طلب العلم، منها فضيلة الفقه في الدين، ومنها حجية إجماع الأمة، بل في الخبر دلالة على حجية الإجماع السكوتي، لأنه قال بأن الحق لا بد أن يكون قائما، ومعنى قيامه أنه يكون ظاهرا مشهورا معلوما. هؤلاء الطائفة هم الفئة المنصورة، وهم الذين هم الفرقة الناجية الواردة في هذا الخبر. وفي هذا الخبر فضل العلماء وفضل الفقه، وفيه أن دين الإسلام يبقى عزيزا. وقد دل الخبر على حجية الإجماع. قال المؤلف رحمه الله: باب الفهم في العلم، أي أن فهم المسائل ومعرفة المآخذ والعلل التي بنيت الأحكام عليها يوصل الإنسان إلى درجة فهم الأحكام، ومن ثم القدرة على تطبيقها على مواطنها والقياس عليها. أورد المؤلف بعد ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. في هذا الخبر أورده المؤلف في مواطن من كتاب العلم، كما أنه أورده في كتاب الزكاة باب إنفاق المال في حقه، ما يدل على مشروعية إنفاق الأموال في مواطن إنفاقها. في هذا الخبر فضيلة القضاء الذي يكون بواسطة الحكمة. في هذا الخبر فضيلة القضاة وبيان عظيم أجرهم في اجتهادهم. وفي هذا أيضا الخبر من الفضائل والفوائد أن الحسد على نوعين: منه ما هو مذموم وهو المتضمن لتمني زوال نعمة الغير، ومنها ما ليس بمذموم وهو الذي يتمنى فيه الإنسان أن يكون لديه مثل ما لدى الآخرين من غير أن ينقص من فضل الله جل وعلا عليهم شيء. وفي هذا الخبر بقوله فسلطه على هلكته، أي جعل المال مسلطا على ما يهلكه ويزيله في الحق. قوله هنا إلا في اثنتين، يعني في خصلتين. وقوله هنا في لا حسد إلا في اثنتين، أي أن شدة الرغبة في الشيء والحرص عليه لا تكون محمودة إلا في هاتين السبيلين. قوله فسلط، يعني أن صاحب المال ذلك الرجل قام بإنفاق ذلك المال في هلكته، أي أنفقه في أنواع الطاعات. قال ورجل آتاه الله الحكمة، أي يتمكن من وضع الأمور فيما يناسب لها. قوله فهو يقضي بها ويعلمها، فيه فضيلة منصب القضاء وفضيلة منصب تعليم الناس. وفي هذا الحديث دلالة على أن اكتساب المال وملك المال ليس
ممدود ليس مذموما لذاته، وبالتالي نعرف أن ما يفهمه بعضهم من الترغيب في ترك الدنيا وترك الأموال أن هذا ليس مما تقرره الأدلة الشرعية، بل الفضيلة في أن يكتسب الإنسان وأن يتمكن من النفقة ثم يقوم بالنفقة. أورد المؤلف بعد هذا حديث قصة موسى مع الخضر حينما ذهب معه في البحر، وهي قصة طويلة، لعلنا إن شاء الله أن نقوم باختصار أو بذكر هذه القصة وبشرح ما فيها من الفوائد في يوم آخر، لطول ذلك الخبر وكثرة ما فيه من الفوائد وما يحتاج إليه من الشرح والتوضيح. وأسأل الله جل وعلا لكم توفيقا لخيري الدنيا والآخرة، ما أني أسأله جل وعلا للمتعلمين أن يمكنوا من فهم الأحاديث والآيات، وأن يقدرهم الله عز وجل ليستقوا ويستفيدوا أحكام الشرع والدين. وكما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا وأن يجزيهم خير الجزاء وأن يبارك في جهودهم. ولا أنسى أن أشكر من يقوم على هذه الدورة العلمية الفاضلة وما يشتمل عليه عملهم الجليل من نشر العلم وتعميمه وإيصاله للناس في مشارق الأرض ومغاربها، فجزى الله الرئيس العام الشيخ عبد الرحمن السديس، وجزى الله من يعينه من الوكلاء والعمدة وممن يقوم بمتابعة ذلك والاهتمام به. كما أسأله جل وعلا أن يبارك في جهد الجميع ولا يحرمنا وإياكم الأجر والثواب، وأسأل الله جل وعلا لإدارة التوجيه والإرشاد في شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الخير والفضيلة، وأن يجزيهم خير الجزاء هذا. وأختم هذا الحديث بالتأكيد على طلب العلم والحرص عليه والاهتمام به، وأسأله جل وعلا أن يوفق الجميع لما ينفع ولما يعود بالخير والنفع على الناس بفضله سبحانه وإجلاله. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.